بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام، سعيد بلقائكم في درس جديد من سلسلة تعلم القراءة والكتابة باللغة الفرنسية. اليوم وصلنا إلى الدرس 30، وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نكمل درس ES وER، واليوم سوف نرى هاتين المتتاليتين من الأحرف وسط الكلمة وبدايتها. إذن قبل أن نبدأ في الدرس، لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن في الدروس الماضية رأينا عدة حركات وعدة حروف، لا بأس أن نقوم بمراجعتها، ومن لم يشاهد هذه الدروس سوف أضع له الرابط هنا في الأعلى. إذن لدينا M مع مي، مي، بي، ب ل ل ل ن ن ت ت ب ب د د ا ا س س غ غ ك ك. أين كذلك في الدرس الماضي لدينا ا ز و ES في آخر الكلمة، نقوم بقراءتها ب A مغلق، A مغلق. إذن لدينا M B L N T P D C R M T C L D C. وعندنا كذلك أن EZ تتساوى في النطق مع ER، وكذلك مع ES، وكذلك مع E avec accent aigu. إذن لدينا A A A A. إذن بالنسبة ل ER في آخر الكلمة ينطق ب A marché déjeuner ranger. إذن 99% من تلك الكلمات تنطق ب A باستثناء كلمتي مير و فير. نفس الشيء بالنسبة ل ES. إذا لدينا، إذا كان في آخر كلمة ES خاصة في الكلمات التي تتكون من مقطع واحد مثل مي دي لي تي سي سي، إذن هنا لدينا ES ينطق ب A، لكن ES إذا كان في آخر الكلمة لا ينطق مثل مانج مانج دات لونيت. إذن الاس هنا لا نقوم بنطقه، لا نقوم بنطقه، كذلك لا نقوم بنطقه. إذا نقول فقط مانج، نقرأ الحرف الأخير بالسكون دات لونيت، لكن في هذه الكلمات الصغيرة التي تتكون من مقطع واحد ينطق ب A مي D L T C C. هنا نطرح التساؤل، إذا كان E متبوع ب S أو E متبوع ب R في وسط الكلمة أو بدايتها ماذا ينطق؟ سنبدأ ب E R. E R إذا كان في وسط الكلمة ينطق ب R. E يكون A مفتوح متبوع بحرف R، نقوم بنطقه بيرس بيرسو بيرلينغو سيرسو سيركل سيرتان سيرف ديرنيي. كما تلاحظون هنا لدينا دير ني ي هنا ER ينطق ب A. فيرم فيرمي نفس الشيء هنا فير هنا مي. فيرمتور جيرم أرب شير شي شير شي. لدينا ER هنا ينطق ب R، ثم ER هنا ينطق ب A. alerte merci
mercredi, merle, commerce, nerf, verse, nerveux, énervé, perdu, perroquet, perle, personne, superbe, servi. Oui, le cas. Berce, berceau, berlingot, cerceau, cercle, certain, cerf, dernier, ferme, fermé, fermeture, germe, herbe, chercher, alerte, merci, mercredi, merle, commerce, nerf, verse, nerveux, énervé, perdu, perroquet, perle, personne, superbe, servi. أن ننتقل إلى ES في بداية الكلمة أو وسط الكلمة. إذن إذا كان في بداية الكلمة ينطق كذلك S. S cargo. S calier. S planade. أما إذا كان في وسط الكلمة veste. Veste, reste, geste, peste, teste, espace, espion, espoir, esprit, espèce, escale, estrade, estomac, maïda, estomac, estimé, escorté, esclave. Iden, ride le qira'a, escargot, escalier, esplanade, veste, reste, geste, peste, test, espace, espion, espoir, esprit, espèce, escale, estrade, estomac, estimé, escorté, esclave. Then, أعزائي الكرام, عزيزاتي الكريمات, بما أنك وصلت إلى هذه المرحلة من الفيديو, إذن فإنك مهتم بمثل هذه الدروس, لهذا وجه النداء إليك بمساعدة القناة بالاشتراك فيها والضغط على زر لايك, ولا تنسى المساعدة في نشر هذا المحتوى وهذا الفيديو لكي تعم الفائدة ولتشجيع القناة على تقديم المزيد من الدروس. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.